بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي في تالت فيديو في الجزء بتاع اللود ديستريبيوشن، هنتكلم فيه عن التو واي سوليد سلاب. طبعا انا اتكلمت في الفيديو اللي فات عن الوان واي سوليد سلاب، وقلنا ان هو في نوعين يخليك تقول ان البلاطة وان واي، ان عندك يكون البلان بتاعك فيه او السقف بتاعك محاط بكمرتين بس، او يكون السقف بتاعك محاط باربع كمرات وحسبت الار طلع ان هي اكبر من 2. دلوقتي بقى في التو واي بقول لك ان دي عندك 3 شروط تخليك تصنف الايه السقف اللي عندك انه تو واي سوليد سلاب. اول حاجه، لازم السقف بتاعك يكون محاط باربع كمرات. اول شرط واهم شرط بيقول لك لازم يكون السقف محاط باربع كمرات. يعني ايه؟ يعني السقف اللي قدامك ده اهو محاط باربع كمرات، هتيجي تحسب الار تلاقيها اقل منها او يساوي 2، معنى ذلك ان هي تو واي. انما لو انت عندك السقف بتاعك محاط بكمرتين بس في اي اتجاه، في اتجاه ال او ال شورت، لازم من غير اي حاجه، من غير اي حسابات، مبدئيا كده هي اكيد ايه؟ اكيد وان واي. خلاص، يبقى البلان او السقف بتاعك لو محاط بكمرتين بس يبقى هي اكيد ايه؟ اكيد وان واي. ليه؟ لان اكيد انا لو عندي سقف مثلا زي السقف ده هو محاط بكمرتين، احنا بنقول ان دايما الحمل بينتقل منين لفين؟ من البلاطه للكمره. طيب هو انا عندي اصلا كمره على الجنب هنا، على اليمين وعلى الشمال؟ لا مفيش، يبقى اكيد مفيش حمل ايه؟ بيروح على اليمين وعلى الشمال. فعشان كده بقول لك ان ده لازم يكون ايه؟ لازم يكون وان واي، حتى من غير حسابات، من غير الايه؟ من غير حساب الار سمول. طيب يبقى التو واي لازم السقف بتاعك يكون محاط بايه؟ باربع كمرات. رقم 2، بنعمل ايه بقى؟ بنعمل حاجه اسمها تنصيف للزوايا. تنصيف للزوايا، كلمه تنصيف يعني ايه؟ يعني عندي مثلا زاويه 90 درجه، يبقى الزاويه دي كام؟ 45، والزاويه دي كام؟ 45، وكذلك في الاربع تركات. يبقى ده حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها تنصيف زوايا. ليه بعملها؟ عشان اعرف ارسم اللي هو الخطوط الدوت دي اللي هي بتاعه اللود ديستريبيوشن. خلاص، يبقى انا هعملها هوصل في الاخر لخط كده افقي في النص. دايما الخط ده بيكون خط موازي للضلع الكبير. احفظ الكلام ده معايا عشان ما تتلخبطش وانت بتحل، سواء في شيت او سواء في الامتحان. دايما في اللود ديستريبيوشن في التو واي، الخط اللي هو بينطق كده، بينطق في البلان بتاعك او السقف بتاعك، الخط ده كده بيكون ايه؟ بيكون موازي للطول الكبير. طيب هو هل دايما يا باشمهندس التو واي سوليد سلاب لازم يظهر الخط ده عندي؟ بقول لك لا، في حاله تانية، لو كان السقف بتاعك مربع. مربع يعني ايه؟ يعني الطول الكبير هو هو الطول الصغير. البلان بتاعك مربع مثلا 4 في 4، معناها ايه؟ معناها ان انت لو جيت تصنف، سوري، تنصف الزوايا اللي هي موجوده في الاربع تركان، هيظهر في الاخر ان الخط ده كده هيبقى ايه؟ هيوصل في النص هنا، وكذلك ده، وكذلك ده، في الاخر هي ايه؟ كل الاربع خطوط هيتجمعوا في نقطه اللي هي في النص بتاع المربع. فلذلك مش هتلاقي الخط ده عندك اصلا، مش هيظهر عندك. خلاص؟ انما طبعا لو البلان بتاعك او السقف بتاعك مستطيل، هيبدا يظهر بقى معاك الخط ده. طيب الخط ده مبدئيا كده انت تعرف تحسبه. ليه؟ انا بقول لك ان عندك التو واي بيظهر عندك حاجه اسمها مثلث وحاجه اسمها شبه منحرف. يعني توزيع الاحمال بيظهر شكلين مفيش غيره، يا اما مثلث يا اما شبه منحرف. طبعا ايه؟ مش لازم يكون المثلث منتظم، ومش لازم يكون شبه منحرف منتظم بالمنظر ده، حسب طبعا ايه؟ الابعاد بتاعتك. بس انا عندي لو مستطيل بالمنظر ده، لو عندك السقف مستطيل بهذا المنظر اللي هو ال ال، في ال ال ايه؟ في ال ال شورت، تيجي تنصف الزوايا هيظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده، هيظهر لك مثلثين وايه؟ وشبهين منحرف. خلاص؟ جميل. طيب تيجي تحسب بقى، انا بقول لك دايما المثلث ده اللي بيتكون ده بيكون ارتفاعه نص الطول الصغير. تاني، بيكون ايه؟ بيكون ارتفاعه النص الايه؟ نص القاعده. فالقاعده عندك قاعده المثلث دي طولها كام؟ طولها ال شورت. خلاص، يبقى الهايت بتاع المثلث ده ارتفاعه كده بيساوي ال شورت على الاثنين، وكذلك طبعا ايه؟ وكذلك المثلث ده. طيب ارتفاع شبه المنحرف ده انت شايف ايه؟ شايف ان ارتفاعه قد ايه؟ ها؟ اكيد ارتفاعه نص ال ال شورت برضه. ليه؟ بالشكل اهو، من الشكل. طيب انا بقول لك بقى عايز احسب الخط ده كده عشان اتاكد من نفسي، الخط ده طوله قد ايه؟ الخط ده طوله قد ايه يا عم؟ ال ال اللي هو الطول الكبير ماينس الهايت بتاع المثلث ده والهايت بتاع المثلث ده،
صح ولا ايه؟ يبقى ايه؟ ال ماينس 2 في ال شورت على الاثنين، مش الهايت ده ال شورت على الاثنين، هما 2 خلاص، يبقى 2 في ال شورت على الاثنين خلاص. يبقى المسافه دي كلها هي ال ناقص 2 في ال شورت على الاثنين، يعني ال ناقص ايه؟ ناقص ال شورت خلاص. يبقى عرفنا كده الخط ده طوله قد ايه. طيب كويس، يبقى اول حاجه عشان اعرف البلان بتاعي او السقف بتاعي 2 واي ولا 1 واي، انا بعمل ايه؟ بشوف الاول هل السقف ده محاط باربع كاميرات ولا بكاميرتين بس. لو بكاميرتين بس يبقى هي ايه؟ اكيد 1 واي. انما لو باربع كاميرات هشك هنا بقى واعرف هي 1 واي ولا 2 واي. طبعا هشك، يبقى احسب ايه؟ هحسب نسبه المستطيليه اللي هي الار سمول. تمام، يبقى الكاميرا دي بقى لو عايز اوزع حمل البلاطه على الكاميرات، الكاميرا بي 2 شايله ايه من البلاطه؟ شايله مثلث. طيب البي 1 شايله ايه؟ شايله شبه منحرف. خلاص، يبقى ده اللي عايزين نعرفه من السلايد اللي قدامنا. بعد كده انا بقول لك بقى لو انا عايز اعرف بقى كل كاميرا فعلا شايله قد ايه بالارقام، بقول لك اهو لو بي 1 ادي البي 1 اهو، السبان بتاعها ايه؟ السبان بتاعها ال، شايله ايه؟ شايله ترابيزويد، شايله ايه؟ ترابيزويد اللي هو الشيب منحرف. خلاص، ارتفاعه قلنا ال شورت على الاثنين. طيب الحمل بقى بيساوي كام؟ الحمل اللي على الكاميرا بيساوي نسبه من ال دبليو اس طبعا، زائد الاون ويل بتاع الكاميرا، زائد الوولز لو في وولز، زي طبعا اي اكسترنال لود لو كان كونسنتريتد جاي على الايه؟ على الكاميرا. بس احنا دلوقتي بنعمل ديستريبيوشن، فبيهمنا بس الجزء الايه؟ اللي هو نسبه الدبليو اس اللي رايحه للكاميرا. طيب تمام، يبقى دلوقتي الكاميرا اللي هي بي 1 شايله شبه منحرف. شبه منحرف ده بنقول ان انا بجيب حاجه اسمها ايه؟ بجيب حاجه اسمها السي اي والسي اي. هنعرف بقى الكلام ده دلوقتي قدام. خلاص؟ وكذلك المثلث. طيب ايه هي السي اي وايه هي السي اي؟ دلوقتي الشبه المنحرف ده والمثلث ده، لو عايز ارسم للكاميرا دي بيندنج مومنت او شير فورس دايجرام، هل سهل عليا ان انا ارسم لكاميرا عليها شبه منحرف بالمنظر ده ممكن ارسم لها بيندنج مومنت دايجرام وشير فورس دايجرام؟ هل اتعلمت الكلام ده في اولى مدني؟ لو تلاحظ هتلاقي ان محدش بيقول لك الكلام ده، لانه الكلام ده صعب جدا ان هو يتنفس. صعب قوي ان انت ترسم لكاميرا سيمبل عليها شبه منحرف ترسم لها بيندنج ومشير. طب فما بالك بقى لو كانت الكاميرا دي مثلا كونتينيوس كذا باكيه ورا بعض كده، هيبقى الموضوع صعب جدا. فطبعا احنا بنعمل حاجه اسمها حمل مكافئ يوازي اللي احنا او الاحمال اللي جايه على الكاميرا دي. فاحنا بنحسب حاجه اسمها ايكويفالنت ايه؟ ايكويفالنت لود. الايكويفالنت لود ده بيبقى ايه؟ ريكتانجلر اللي هو المستطيل، اللي هو الديستريبيوت لود العادي اللي احنا عارفينه اللي هو ايه؟ المستطيل. فاحنا بنمسك كل كاميرا بالحمل اللي عليها ونحوله لايكويفالنت ريكتانجلر ديستريبيوتد لود عشان نرسم بس البيندنج والشير بسهوله. طيب جميل، يبقى دلوقتي اي كاميرا عندي بعرف الحمل اللي عليها وارسمه، بعرف قيمته نسبته يعني من الايه؟ من ال دبليو اس، بعرف ارتفاعه كام، بعرف اسبان الكاميرا كام. خلاص، وبعد كده بحول اللود اللي عندي ده لايكويفالنت ريكتانجلر ديستريبيوتد ايه؟ ديستريبيوتد لود. طيب بحولها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها السي اي والسي اي. حاجات بقى دلوقتي هنقولها لك، طبعا هي شويه بقول لك ان هي للحفظ، لانك انت ايه مش هتقعد كل شويه تفتكر او تثبت السي اي والسي. طبعا هي ليها اثباتات، بس احنا مش ايه مش بصدد ان احنا نثبتها دلوقتي، احنا هنخش على طول على الارقام اللي الاثبات طلعها. طيب كويس، فانا دلوقتي لو الدبليو على الكاميرا بيساوي دبليو اس اللي هو وزن السلابه في ال شورت على الاثنين، اللي هو نسبه ايه؟ نسبه الكاميرا او نسبه الحمل اللي جاي على الكاميرا من الدبليو اس. هضرب الكلام ده في حاجه اسمها السي اي، اجيب حاجه اسمها دبليو ايكويفالنت بس فور شير. خلاص، نفس الكلام، هاخد نفس الحمل اللي على الكاميرا هضربه في السي اي هيطلع دبليو ايكويفالنت بس فور مومنت. خد بالك بقى، يبقى انا عشان ارسم شير بحسب حاجه لود، حاجه اسمها ايه؟ لود فور شير. ولو عايز ارسم بيندنج مومنت برسم حاجه اسمها ايه؟ لود فور مومنت. باخد بالك بقى الاحمال بدات تتغير معاك، ودلوقتي مش كل الحمل اللي عندك بترسم له بيندنج وشير، في فرق دلوقتي بين الاحمال هيظهر معاك. خد بالك بقى وركز شويه عشان الناس بتتلخبط في الموضوع ده. ساعات الناس بتيجي كده مع السرعه تحسب اللود فور شير وتمسك الحمل ده بقى ترسم له شير وايه
ومومنت وكل حاجه. فطبعا الكلام ده ايه؟ غلط. خلاص؟ طيب مبدئيا بس انا عايز اقول حاجه سريعه، في الامتحان احنا بنتحاسب على الخطوات اللي احنا بنعملها. يعني ممكن في ناس كده بتحسب الحاجه من غير ما تكتب خطوات، يفضل في امتحان الخرسانه بتاع تانية مدني بالذات يفضل تكتب خطوات، وكمان ايه منظمه. الخطوات المنظمه الصح يا ريت تكون صح طبعا، بس الخطوات المنظمه الصحيحه بدرجاتها كتير جدا، والراجل بيعرف ايه يحط درجات ويوزع درجات صح. لو انت مش عامل خطوات منظمه كده ورا بعض، هو يعني بيحتار شويه في التصحيح، فممكن ايه ممكن تتظلم في الايه في حوار الدرجات. فيا ريت الناس تتعود من دلوقتي كده في الخرسانه ان هي تحل بخطوات منظمه. يعني نحل كده، لو انا مثلا دلوقتي بحسب لود ديستريبيوشن، فانا اول حاجه بعملها ايه؟ بسمي البلاطات. بعد ما اسمي البلاطات بجيب حاجه اسمها الار سمول. بعد ما اعرف الار سمول البلاطه دي 1 واي ولا 2 واي، بمسك كل بلاطه واعمل وارسم توزيعه الاحمال بتاعتها لو هي 1 واي ولو هي 2 واي، وبعدين بمسك كل كاميرا من الكاميرات وبرسم عليها توزيع الاحمال بالمناظر دي كده، وبعد كده بحسب حاجه اسمها الايكويفالنت ريكتانجلر ديستريبيوت لود اللي هو الرقم اللي هو الدبليو ايكويفالنت ده، بحسبه وبعد كده برسم الكاميرا وبرسم لها الشير والمومنت زي ما انا عايز. فهي خطوات منظمه مش خطوات محفوظه قد ما هي خطوات منظمه وانت فاهم، وده هدف الكورس اللي انا بعمله. طبعا كل الكلام ده موجود في الملازم بره، انت ممكن تفتحها وتعرف الخطوات، بس انا بقول لك انا بشرح لك الكونسبت بتاع كل حاجه. خلاص نرجع لمرجوعنا. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بحسب حاجه اسمها لود فور شير وحاجه اسمها لود فور مومنت، وخد بالك ان انا زي ما قلت لك بحسب الاثنين، عشان ده اللي هو اللود فور شير برسم منه الشير، واللود فور مومنت بحسب منه مومنت او برسم منه مومنت، ما ينفعش الاثنين ايه يخشوا في بعض. طيب هي السي اي اي والسي اي اجيبهم منين؟ إيه؟ الرقمين دول او الايه او الرمزين دول ليهم ارقام محفوظه حسب كل شكل ظاهر لك على الكاميرا. اكتر شكلين بيتكرروا معاك في كل المسائل هي المثلث وشبه المنحرف، اللي هما هتلاقي الزوايا بتاعتهم 45، يعني الزاوية دي والزاوية دي 45، وكذلك المثلث ده الايه الزوايا بتاعت القاعدة بتاعته هتلاقي 45 ايه 45 درجة. يبقى الشكلين دول اكتر شكلين بيظهروا معاك، طبعا هما منتظمين. في اشكال تانية غير منتظمة بتظهر بقى معاك لو كان الابعاد غير منتظمة. خلاص، والاشكال بتاعتك طبعا لو كان البلان بتاعك مثلا حته فيها دايره وحته فيها مثلث وحته فيها مستطيل وهكذا، الاشكال بتاعتك ايه بتبقى معقده نسبيا، وهم طبعا يعني ما بيحاولوش يجيبوا لك الكلام ده في الامتحانات. طيب لو انا دلوقتي عندي اللود بتاعك اصلا مستطيل، لو اللود بتاعك اصلا ايه مستطيل، يعني ايه؟ افتكر معايا كده في الوان واي بالمنظر ده مثلا، الكاميرا بي 1 دي بقول لك ان هي كان عليها ال شورت على الاثنين بالمنظر ده اهو، ده كده كاميرا عليها لود مستطيل بالمنظر ده. لو دخلت في الجدول بتاعك وعايز تحسب لها سي اي وسي اي، يبقى ارقامهم كام؟ واحد وواحد. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان انت مش محتاج اصلا تحسب حاجه اسمها سي اي وسي اي للكاميرا دي. هو انا اصلا لما جيت شرحت لك الون واي قلت لك في حاجه اسمها سي اي وسي اي وسي اي؟ ما قلتلكش في الكلام ده ليه؟ لان انت لو عندك هي وان واي فعلا بيظهر لك الحمل بتاعك مستطيل، فانت لو الحمل عندك مستطيل اصلا ديستريبيوتد بالمنظر ده، فانت بتعرف ترسم شير وبتعرف ترسم مومنت للاشكال دي بسهوله جدا، فانت مش محتاج تحولها اصلا لايه؟ لايكويفالنت لود. انما في التو واي تظهر معاك اشكال معقده سواء مثلث او شبه منحرف، منتظمين او غير منتظمين، فبتظهر معاك بقى الاشكال المعقده دي لازم تحولها الاول الى ايه؟ الى ايكويفالنت لود عشان تعرف ترسم بيندنج وشير صح وبسرعه طبعا. خلاص، يبقى الجدول بقى قدامنا. اول حاجه خالص بيظهر لك اللي هي حاله الوان واي، يعني بتاعه الايه البلاطه. فالسي اي والسي اي برقم واحد في ايه في المنظر ده لو كان في ريكتانجلر لود. فطبعا الايكويفالنت لود اكنك ضربت واحد في دبليو اس في ال شورت على الاثنين، فهي تنزل زي ما هي دبليو اس في ال شورت على الاثنين. تاني شكل، وبقول لك ان هو اكتر شكل بيظهر معاك، هو والمثلث اللي هو شبه منحرف ده والمثلث اللي الزوايا بتاعتهم 45 ايه 45 درجه. بقول لك ان السي اي للشبه منحرف بالقانون ده والسي اي بالقانون ده. طبعا الكلام ده ايه للحفظ، يعني لازم تحفظ القانون ده ولازم تحفظ القانون ده عشان تعرف تطبقه، لان الكلام ده مش بيبقى جيفن. الكلام ده ايه مش بيبقى جيفن، انت بتحسبه من دماغك. يبقى واحد ناقص نص افتح قوس ال شورت على ال، ده الكلام ده بيساوي سي اي،
وواحد ناقص 12 افتح قوس ال شورت على ال سكويرد، كل ده ايه؟ اسمه السي اي. خلاص هتضرب السي اي في دبليو اس في ال شورت على الاثنين تجيب اللودفول شير، وتضرب السي اي في دبليو اس في ال شورت على الاثنين تجيب الايه؟ اللودفول مومنت. تمام. بعد كده المثلث اللي هو برده زاويته 45، الارقام دي برده حفظ، اللي هي سي اي بيساوي نص والسي اي بيساوي 3. طيب دلوقتي لو عندك بقى كانتليفر بالمنظر ده كده عليها مثلث، والكلام ده ممكن يظهر معاك برضو، عليها مثلث حمل بالمنظر ده والزاويه بتاعته 45، فبقول لك ان ايه؟ بقول لك ان نقطه تركز الايه؟ كونسنتريت لود، لو انا ديستريبيوت لود عايز اوزعه كونسنتريتد، فطبعا ايه؟ في نقطه اللي هي بتاعت تلت وتلتين من ناحيه القاعده وناحيه الراس، لو تفتكر معايا الكلام ده في استراكشر بتاع اولى مدني. طيب السي اي بنص والسي اي بتلت، ونفس الكلام لو عندك كانتليفر ومثلث عليها زاويه 45 بالمنظر ده كده، لو متساوي الصقير يعني، يبقى السي اي بنص والسي اي والسي اي بنص. ولو عندك الكلام ده نفس المثلث ده بس مقلوب بتتقلب معاك، خد بالك القيم بتاعه السي اي والسي اي يعني نص وتلتين. طيب في بس شروط لاستخدام السي اي والسي اي لتوزيع الحمل او لتحويل الحمل من حاجه معقده لحاجه ايكويفالنت. ايه الشروط دي؟ بقول لك ان اول شرط معاك لازم يكون الحمل بين تو سبورتس باكملهم، خد بالك لازم الحمل كله يكون بين تو سبورتس، هنفهم الكلام ده في المثال اللي جاي على طول، بس خليك معايا نقرا بس الشرطين مع بعض. رقم اتنين، ان يكون شكل الحمل كما في الاشكال في الجدول، يعني لو شكل تاني غير الجدول مش هتعرف تستخدم طبعا القيم دي، لازم تستخدم حاجه اسمها ايه بقى؟ سيجما الاريا على الاسبان في دبليو اس. القانون ده هيظهر معاك كتير قوي، القانون ده هيظهر معاك كتير قوي لان هما بيغلطوا بيه الناس. بيجيب لك حمل مثلا مثلث على كاميرا سيمبل، بس الحمل المثلث ده مش واصل بين تو سبورت. يعني ايه بقى مش واصل بين تو سبورت؟ دلوقتي انت شايف معايا كده الحته دي، بص كده في الجدول، في الكاميرا اللي عليها مثلث زاويته 45 متساوي الساقين بالمنظر ده، افرض معايا المثلث ده كده هو خارج من عند السبورت ده، بس جاي هنا مش داخل على السبورت، لا هو المثلث يكون لغايه اخره هنا بس. يعني نجيب القلم مع بعض كده، لو كان مثلا المثلث ده اخره هنا بس كده، ها طبعا ما فيش الحته دي خالص، اكني ما فيش حاجه هنا خالص. طيب لو المثلث عندي بالمنظر ده، هل هعرف اجيب قيم سي اي وسي اي؟ لا، انت ما عندكش اصلا المثلث ده من الاشكال دي او في الاشكال دي، فمش هتعرف القيم بتاعت سي اي وسي اي. يبقى هتستخدم ايه بقى؟ هتستخدم لازم القانون ده. يبقى لو عندك شكل كده تاني مش موجود في الاشكال دي، انت بتستخدم الايه؟ القانون اللي هو سيجما الاريا على الاسبان. طيب يبقى سيجما الاريا على الاسبان في دبليو اس هيستخدم امتى؟ هيستخدم لو الحمل مش كله بين التو سبورت، او ان يكون شكل الحمل مش زي الاشكال اللي في الجدول قدامك. طيب عندي اكزامبل كده، هو نفس بالظبط المثال اللي احنا عملنا عليه او حسبنا عليه الار سمول اللي هو ريكتانجلارتي. لو تفتكر معايا كده في المثال ده كنت ايه؟ كنا بس بنتعرض ازاي نحسب الايه؟ هي تو واي ولا وان واي اللي هو الار سمول. كان نفس المثال اهو، المثال 6 متر في 2 في 4 خلاص، وقلنا ان احنا قسمنا البلاطه اس 1 واس 2، حسبنا الاس 1 الريكتانجلارتي بتاعتها طلعت 2 واي، وحسبنا الاس 2 طلعت 1 واي. فانا خدت نفس المثال بالظبط وهتعامل عليه نفس الحاجه بالظبط كده، وهكمل عليه بقى ايه؟ اللود ديستريبيوشن بتاعنا اللي هو ال 2 واي. فانا عندي اول مثال قسمت لك او رسمت لك الايه؟ توزيعة الاحمال، وطبعا ده الكلام ده مطلوب منك في الامتحان. انت طبعا بعد ما تجيب الاول الار سمول وتعرف هي البلاطه بتاعتك 2 واي ولا 1 واي، بترسم المنظر اللي قدامك ده لكل بلاطه، بترسم لها لما دي كانت 2 واي رسمت المنظر بتاع ال 2 واي، ولما دي كانت 1 واي رسمت المنظر بتاع ال 1 واي. خد بالك معايا الحاجه اللي انا عايزك تلاحظها معايا، هي هنا طبعا السلابه اس 1 دي ابعادها 6 في 4، فهي طبعا مش مش ايه؟ مش مربع، فلذلك ظهر معاك خط هنا كده في النص. الملاحظه بتاعتي بقولها لك ان الخط ده لازم يكون موازي لايه؟ لازم يكون موازي للضلع الكبير بتاع البلاطه. الضلع الكبير بتاع البلاطه. تمام؟ كويس، ظهر معاك طبعا اشكال احمال
اللي هو المثلث وشبه المنحرف. طيب احنا عارفين طبعا ان S1 2 way و S2 1 way، يبقى S1 2 way وال S2 1 way. طيب نمسك بقى كل كاميرا على وحدها ونرسم لها شكل الحمل اللي عليها. دلوقتي انا همسك الكاميرا اني؟ همسك الكاميرا اللي هي الكبيرة دي. الكاميرا دي. نجيب بس القلم عشان نوضح واحنا بنشاور. الكاميرا اللي هي دي. اللي هي اصلا ايه السبورت بتاعها على ايه؟ سبورت هنا عمود وهنا عمود. فهي بالاخر سيمبل بي. في الاخر ايه؟ سيمبل بي. بس خد بالك معايا، احنا قلنا ان الكاميرا دي متشال على الكاميرا دي والكاميرا دي، فلذلك بترمي الرياكشن بتاعها فين؟ على الكاميرا دي، فبيظهر معاك كونسنتريتد لود من الكاميرا اللي هي المتشاله دي. طبعا الكلام ده انا شرحته قبل كده. الكلام ده انا شرحته قبل كده في فيديو سابق. طيب لذلك انا خد بالك انا بكمل نفس المثال اللي شرحته تقريبا في اول الفيديوهات. ده يعني اعتقد ان هو احسن بكتير ان انا احل كذا مثال مختلفين. نكمل مع بعض. يبقى دلوقتي الكاميرا دي عليها الحمل اللي هو المثلث ده، وهنا ما فيش اي حمل. ليه يا باشمهندس ما فيش اي حمل؟ خد بالك ان ده وان واي، احنا قلنا وان واي يعني بيرمي في اتجاه واحد بس. لذلك هنا اللود بينتقل على الكاميرا دي. نجيب برضو الايه؟ القلم. بينتقل على الكاميرا دي والكاميرا دي مش اكتر، يعني الكاميرا دي ما عليهاش اي حمل من البلاطه دي، لكن البلاطه اللي هي بتاعت اس 1 دي بترمي حمل مثلث على الكاميرا. لذلك هتلاقي الكاميرا اهي، طبعا هي سبورت هنا وسبورت هنا. خلاص؟ بترمي حمل مثلث بالمنظر ده. طيب خد بالك ارتفاعها كام؟ الارتفاع ده بتاع المثلث كام؟ انا بقول لك دايما ان هو نص الطول اللي هو بتاع قاعدة المثلث. اللي هو قاعدة المثلث اهي طولها 4، يبقى ارتفاع نص في 4 بكام؟ ب 2. يبقى احنا عرفنا الارتفاع بتاع المثلث. طيب كويس. نفس الكلام، عايز امسك الكاميرا اللي هي الكاميرا دي. اللي هي المتشاله دي. الكاميرا دي ايه الاحمال اللي عليها؟ عايز ارسم الاحمال اللي عليها. طيب اولا من الشمال هنا البلاطه دي بترمي ايه؟ بترمي شبه منحرف. خلاص يبقى انا هرسم شبه منحرف. خلاص؟ طبعا هو من السبورت للسبورت، خد بالك. فرسمته من السبورت لايه؟ للسبورت. طيب جميل. بعد كده من اليمين بترمي الاس 2، بترمي عليها مستطيل من اليمين اللي عندها وان واي. هو ده اللي رسمته بالظبط، اللي هو المستطيل ده. يبقى خد بالي معاك ان كل كاميرا بمسكها ببص يمينها وشمالها، او كل كاميرا افقيه ببص فوقها او تحتها. ليه؟ لان ممكن لو البلاطه كونتينيوس، لو البلاطه كونتينيوس بهذا المنظر، ممكن يرمي حمل على الكاميرا من اليمين ومن الشمال زي ما انا راسم بالظبط الكاميرا دي. طيب الكاميرا بقى اللي هي، نجيب برضو القلم معانا. الكاميرا دي، الكاميرا دي عليها حمل ايه؟ في حاجه شمالها؟ مفيش، لانها ايه؟ كونتينيوس من ناحيه واحده. فبترمي اس 1 دي بترمي عليها ايه؟ بترمي عليها شبه منحرف. بترمي عليها ايه؟ شبه منحرف. فالكاميرا اهي رسمت من السبورت للسبورت. خلاص؟ رسم عليها ايه؟ رسم عليها شبه منحرف بهذا المنظر. طبعا ارتفاعه كام بقى؟ ارتفاعه زي ما انت شايف اهو، الحته دي كده 4 والخط اهو، يبقى نص الاربعة باتنين. برضه انا نسيت اقول هنا ارتفاعات الشبه منحرف والمستطيل، نفس الكلام ده 2 لان نص الاربعة، وهنا المستطيل ارتفاعه كام؟ ارتفاعه نص في 2 بواحد. تمام؟ اخر حاجة الكاميرا اللي هي، الكاميرا اللي هي اخر هنا اللي هي الاسبان بتاعها 6 متر. في حاجة في اليمين عندها؟ لا، يبقى هي بس الاس 2 بترمي عليها مستطيل بهذا المنظر. طيب انا عايز اعرف بقى المستطيل ده محتاج احسب له ايكويفالنت لود ولا هو اصلا مش محتاج وهو مرسوم مستطيل؟ اه فعلا هو مرسوم ايه؟ مستطيل، لان هو ناتج من وان واي سوليد سلاب، فانا مش محتاج احسب له ايكويفالنت لود. فخلاص ده انا مش محتاج احسب له، مفيش هتظهر معاك ولا سي اي ولا سي اي ولا حتى السيجما اريا على الاسبان في دبليو اس، مش هيظهر معاك الكلام ده خالص. يبقى انا اكني بضرب في ايه؟ اكني بضرب في ايه؟ في واحد. طيب يبقى دبليو اس واحد دي اللي هي الواحد متر، اللي هي الواحد دي، يبقى الواحد دي اللي هي ارتفاع المستطيل، والواحد دي اللي هي ايه؟ اكن في سي اي وسي اي بواحد، اللي هي اول حاله في الجدول، سي اي وسي اي بواحد. طيب جميل.
بعد كده الكاميرا اللي هي عليها شبه منحرف، الكاميرا اللي عليها شبه منحرف، هل انا بعرف ارسم بيندنج وشير لكاميرا عليها شبه منحرف؟ لا، لازم احسب لها ايكويفالنت لود. طيب هنا لو عايز احسب ايكويفالنت لود، هعرف احسب حاجه اسمها السي اي والسي اي، ولا هضطر احسب سيجما الاريا على الاسبان؟ هنا هل ده الشكل اللي انت شايفه ده هو شكل مشابه لاي شكل من الجدول ده؟ هو شبه منحرف فعلا، خلاص هو شبه منحرف فعلا، زودوا 45. ليه زودوا 45 بقى؟ مش انا بقول لك ان انا لازم انصف الزاويه؟ طيب مش الزاويه دي 90 درجه؟ صح، يبقى اكيد الزاويه دي 45 والزاويه دي ايه؟ والزاويه دي 45، لذلك الزاويه دي اللي هي بتاعت قعده الشبه منحرف ده هي فعلا 45. يبقى هي فعلا مشابهه لحاجه في الجدول، يبقى انا بعرف احسب سي اي وسي اي. طبعا بحسبها ازاي؟ بحسبها من القانون اللي هو 1 ناقص نص في ال شورت على ال، او 1 ناقص ثلث في ال شورت على ال سكوير، ده سي اي وده سي اي. طيب تمام، يبقى انا بضرب ال دبليو اس في ارتفاع شبه منحرف اللي هو 2 متر، خلاص؟ في سي اي عشان احسب لود فور شير، او في سي اي عشان احسب لود فور مومنت. هنا الكاميرا دي عليها 2 لود، كل لود مختلف عن الاخر، ده مستطيل وده شبه منحرف، لذلك بعمل ايه؟ هحول الشبه المنحرف ده للمستطيل واجمع الاثنين على بعض، ويتحط في الاخر ايكويفالنت لود بيساوي مجموع الاثنين. لذلك هنا المستطيل دي هو نفس الحاله بالظبط بتاعه المستطيل ده، انا مش محتاج احسب سي اي وسي اي، او ممكن اعتبرهم بواحد. وهنا الشبه المنحرف ده هضربه في سي اي مره ومره في سي اي، في الاخر المجموع بتاع الاثنين هيتحطوا ايكويفالنت ديستريبيوتد لود ريكتانجلر كده على الكاميرا، خلاص بجمع الاثنين على بعض. طيب هنا بقى الكاميرا اللي هي سيمبل دي وعليها كونسنتريتد لود وعليها مثلث بالمنظر ده، هل يا باشمهندس الكاميرا دي بتحقق اي شرط من شروط استخدام السي اي والسي اي؟ ها، يبقى شروط استخدام السي اي والسي اي نرجع لهم تاني، بقول لك لازم يكون الحمل بين التو سبورتس. هل الحمل باكمله بين التو سبورت ولا مش مكمل هنا؟ اه يا باشمهندس ده فعلا مش مكمل، يبقى انا هضطر هنا احسب حاجه اسمها ايه بقى؟ احسب حاجه سيجما الاريا على الاسبان. لذلك في الحسابات هنا بقول لك ان الكاميرا دي لم تحقق اول شرط من شروط استخدام السي اي والسي اي، لان الحمل ايه؟ لم يكمل كده، او لم يكمل لغايه السبورت ده، في حته كده فاضيه مش مكمله الحمله فيه. فلذلك انا هضطر استخدم حاجه اسمها السيجما الاريا على الاسبان في دبليو اس. عايزين نعرف بقى ازاي بنستخدم بقى القانون ده بارقام. طيب هي الاريا، الاريا دي معناها ايه؟ مساحه. هو ده شكل اسمه ايه؟ مثلث. طب مساحه المثلث هو عباره عن ايه؟ نص القاعده في الارتفاع، نص البيز في الهايت، يبقى نص القاعده. القاعده ايه بقى؟ قاعده المثلث، خد بالك مش الاسبان بتاع القمر، عشان الناس بتتلخبط في الحته دي. نجيب القلم، بص كده، نص القاعده قاعده المثلث. قاعده المثلث بكام بقى؟ نرجع كده، ادي المثلث بتاعك قاعدته ب 4 متر، يبقى لما اجي احسب البيز يبقى ب 4 متر. طيب الهايت بكام؟ احنا عارفين بقى الهايت ب 2 متر، يبقى نص 4 في 2 ب 4 متر سكوير. طيب هنا بقى يبقى كده جبنا الايه؟ الاريا. طبعا هي سيجما دي معناها ايه؟ معناها انت لو عندك كاميرا سيمبل من المنظر ده، عليها هنا مثلا مثلث، وعليها مثلا جنبها هنا مستطيل كمان. طبعا الشكل لو عندك كده، نجيب القلم برضو نرسمه، لو عندك شكل كده هنا مثلا، هنا في مستطيل بالمنظر ده كده، يعني عندك الكاميرا شايله مثلث بالاضافه الى مستطيل صغير، هل الشكل ده في شكل زيه في الجدول بتاع السي اي والسي اي؟ طبعا لا. فهضطر هنا الجا لايه؟ هلجا للسيجما اريا برضو على الايه؟ على الاسبان في دبليو اس. معنى ذلك ان انا احسب اريا ولا سيجما اريا؟ احسب سيجما اريا طبعا، لان الاريا دي مختلف عن الاريا دي، فاحسب الاريا دي مثلث نص قاعده في الارتفاع، والاريا دي اللي هي ارتفاع في مسافه، يعني الاسبان ده في ارتفاع المستطيل، وبعدين اجمع الاثنين يبقى ده اسمه سيجما اريا. طيب كويس، هنيجي بقى للجزء الثاني اللي هو الاسبان. عندي ملحوظة مهمة جدا على الاسبان، نركز مع بعض كده. الاسبان ده في حالتين مفيش غيره،
في حالتين مفيش غيرها. ركز معايا كده، لو عندي الطول ده اللي هو طول قاعدة المثلث، او طبعا لو شبه منحرف اي شكل ما، مثلث او شبه منحرف او اي شكل غير منتظم، انا بلجأ بس لايه؟ للسبان بتاعه، عشان هو ده اللي هحدد على اساسه السبان ده هاخده ازاي. بقول لك امتى ناخد الطول الكبير وامتى ناخد الطول الموجود في الحمل فقط. ركز معايا، هو ايه الطول الكبير ده؟ انا قصدي بكلمه الطول الكبير اللي هو سبان الكاميرا كلها. ايه هو السبان بتاع الكاميرا؟ اللي هو من السبورت للسبورت، هو ده الطول الكبير. خلاص، الطول الموجود في الحمل اللي هو اللي انا مشاور عليه ده، اللي هو البيز او القاعده بتاعت الحمل. فانا بقول لك عندي حالتين مفيش غيرهم، لو الطول ده الموجود في الحمل اكبر من او يساوي الطول الكبير على الاثنين، هنسيح الكاميرا، هنسيح الحمل على الكاميرا كلها. يعني ايه؟ ركز كده معايا، نجيب لون تاني. انا لو عندي ال ال بتاع الكاميرا بالمنظر ده كده، ده كده ايه اللي هو الطول الكبير اللي هو الاسبان يعني بتاع الكاميرا. بقول لك خد ال ال على الاثنين بتاعه، ادي ال ال على الاثنين. لو المثلث بتاعك او الحمل الغير منتظم بتاعك موجود على مسافه اكبر من ال على الاثنين او يساويها، لازم تسيح، خد بالك من كلمه تسيح دي، لازم تسيح الحمل على الكاميرا كلها. يعني تعتبر ايه في الاخر؟ تعتبر ان السبان بيساوي ال. تاني، تعتبر ان السبان بيساوي الايه؟ بيساوي ال، اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الكاميرا كلها، اللي هو بين السبورت للسبورت. طيب لو كان بقى عندك ال بتاع الكاميرا اللي هو السبان بتاع الكاميرا كده، خدت ال على الاثنين بتوع مثلا هنا كده، طلع ان الحمل اللي موجود فيه الحمل، سوري، المسافه اللي موجود فيها الحمل اقل من ال على الاثنين، هعمل ايه بقى؟ هسيح الحمل على الطول الموجود فيه فقط. يعني ايه؟ يعني مثلا لو دي مثلا ال ايه؟ ال واحد، هسيح الحمل على ال واحد بس. يعني ايه في الاخر؟ يعني في الاخر السبان هنا بتساوي ال واحد. فهمت كده معايا؟ يبقى السبان ده بتعوض عنده بحاجتين. لو كان الحمل بتاعك على مسافه كبيره اكبر من ال على الاثنين او يساويها، بتسيح الحمل على الكاميرا كلها، يعني بتاخد السبان بتساوي الطول الكبير كله اللي هو من السبورت للسبورت. انما لو كان الحمل، سوري، او المسافه اللي موجود فيها الحمل مسافه صغيره اصغر من ال على الاثنين، بتسيح بس على ايه؟ على المسافه اللي موجود فيها الحمل مش اكتر. خلاص، نرجع تاني. يبقى سيجما الاريا على السبان، عرفنا ازاي بنحسب سيجما الاريا، عرفنا ازاي بنحسب الايه؟ السبان. طبعا ال دبليو اس ده ايه؟ نبقى حاسبينه قبل كده في بدايه المساله، وطبعا احنا عرفنا ازاي نحسبه. ال دبليو اس ده كان ليه قانون كده اللي هو لود فروم سلاب، اللي هو شامل الديد لود وشامل اللايف لود، عرفنا نحسبه قبل كده. خلاص، نكمل مع بعض عشان بس انا ما عنديش ارقام كنت مديها في المساله هنا، فانا هعمل اسامبشن معاك كده وهديك ارقام عشان نكمل بيها بس ايه خطوات حل المساله. بقول لك انا هعمل اسيوم كده لل دبليو اس ان هو ب 2 كيلو نيوتن على متر سكوير. طبعا ده ايه؟ اسامبشن، عشان ما يجيش حد يقول لي يا باشمهندس انت ازاي حسبت الدبليو اس؟ انا بقول لك ان انا عملت لها اسيوم عشان بس اكمل حل المساله. طبعا الكلام ده ولا هيبقى موجود في الشيت ولا هيبقى موجود في الامتحان، الكلام ده بس انا بعمله معاك كده عشان اكمل حل المساله. انما انت في الشيت او في الامتحان انت بتعمل خطوات حل المساله، بتبقى اول خطوه تقريبا ان انا احسب الدبليو اس اصلا، تبقى بتحسبها. خلاص، طيب برضو نفس الكلام الاون ويت بتاع الكاميرات، انا عملت له اسامبشن ان هو ب 3 كيلو نيوتن على متر سكوير. طبعا انت برضو المفروض بتحسب ايه؟ بتحسب الاون ويت لكل كاميرا. وطبعا الحزنيه قلت ازاي قبل كده في فيديو سابق ازاي بعرف احسب الاون ويت. وافترضت معاك تالت حاجه ان مفيش وولز معاك. خلاص، نخش بقى في حل المساله. بفكرك تاني، بقول لك ان احنا بنستخدم اللود فور شير تو جيت رياكشنز بتاعت الكاميرا، وبعد كده برسم الشير وبستخدم اللود فور مومنت عشان ارسم البيندنج مومنت. خلاص، طيب اللود فور شير او اللود فور مومنت ليهم قانون، ليهم قانون. اللود فور شير بيساوي اون
ويت بتاع البيمز زائد لو كان في فولتس زائد نسبة الحمل اللي رايحة للكاميرا اللي هو السي اي في ال شورت على الاثنين في دبليو اس، وكذلك اللود فور مومنت اون ويت البيمز زائد الوولز زائد سي اي خد بالك في ال شورت على الاثنين في دبليو اس. طيب باشمهندس الكلام ده امتى؟ الكلام ده لو كانت الكاميرا بتاعتك محققه الشروط بتاعه استخدام السي اي والسي اي، لكن لو ما كانتش محققه بتستخدم حاجه اسمها ايه سيجما الاريا على الاسبان في دبليو اس. خلاص طيب كويس، ركز معايا بقى عشان خطوات المساله وخطوات حل المساله بيعتمد على ذكائك الشخصي انت ازاي. في ناس بتبدا الكاميرات من اول كاميرا او اصغر كاميرا لغايه اكبر كاميرا بالترتيب من غير اي تفكير بعد كده. بقول لك لا يا باشمهندس انت المفروض تعمل حاجه ثانيه، انت المفروض تمسك البلان بتاعك او السقف بتاعك تشوف الكاميرات هل في كاميرات شايله ومتشاله، في كاميرات شايله ومتشاله ولا مفيش. ها ركز معايا كده، الكاميرا دي والكاميرا دي مش احنا قلنا ان هي شايله الكاميرا اللي في النص دي؟ فاكر؟ تمام، يبقى في كاميرا شايله ومتشاله، يبقى لازم وانت بتحل الكاميرات الشايله والمتشاله تحل الايه الكاميرا المتشاله الاول. ليه؟ عشان احنا زي ما قلنا الكاميرا المتشاله بترمي الرياكشنات بتاعتها على الكاميرا الشايله، فلذلك انا عشان احسب الرياكشن لازم في الاخر لازم في الاول ايه لازم في الاول احل الكاميرا المتشاله. يعني احلها يعني ارسم اللود اللي عليها واعمل له لو هو كان غير منتظم احوله الايكويفالنت، وبعد كده احسب الرياكشن بتاع الكاميرا دي، وبعد كده اخد الرياكشن دي اقلبها كونسنتريتد لود على الكاميرا اللي شايله، وبعد كده اخش بقى على الكاميرا اللي شايله ارسم لها برضو الاحمال اللي عليها وارسم لها في الاخر شير ومومنت اذا كان مطلوب. خلاص يبقى خطوات حل المساله معتمده على ذكائك في الاول، ان انت بتقرا البلان بتاعك بتفهمه بتشوف خطوات ايه اللي اتحل الاول وايه اللي اتحل بعديه لانه معتمد عليه. خلاص يبقى اول حاجه لو انا مسكت الكاميرا اللي هي كانت متشاله، طبعا الناس هي بتبدا كده لانها ما بتكونش بصت على البلان وما عرفتش مين ايه مين شال مين. فانا مثلا دلوقتي مسكت اول فعلا كاميرا اللي هي الكاميرا المتشاله، خلاص هل الكاميرا المتشاله دي انا عرفت الحمل ده كام؟ ها ركز معايا كده، ركز معايا سوري، انا دلوقتي بحسب الايه الكاميرا اللي شايله، الكاميرا اللي شايله هل عرفت عليها الحمل ده قد ايه؟ اه طبعا انا عارفه لان هو نسبه من دبليو اس فسهل جدا اكون عارفه. طيب هل الرياكشن ده انا عارف القيمه دي بكام؟ هي طبعا مكتوبه قدامك لان انا جايبها بعد كده، بس القيمه دي انا لغايه دلوقتي لغايه لحظتنا هذه انا مش عارف قيمه الرياكشن بكام. ليه؟ لان انا ما حلتش الكاميرا المتشاله، انا لسه ما حلتش الكاميرا المتشاله، يبقى انا لازم الاول ارجع احل الكاميرا المتشاله عشان اجيب الرياكشن عشان اعرف اجيب القيمه بتاعته. فانا دخلت على طول بعدها رسمت الكاميرا اللي هي كانت متشاله، حطيت رسمت اللودز اللي عليها، خلاص هحسب لها ايه بقى عشان ارسم او احسب الرياكشنز دي. ها ركز بقى معايا، عشان احسب الرياكشنز دي محتاج احط هنا احمال لود فور شير ولا احمال لود فور مومنت؟ ها فكر، اكيد لود فور ايه؟ فور شير. ليه؟ لان لود فور شير احنا اصلا ازاي بنرسم شير؟ مش احنا الاول على الكاميرات بنحسب رياكشنز بعد كده من الرياكشنز بنرسم اصلا شير فورس دايجرام؟ الكلام ده طبعا بدائيات الايه ستراكشر 1. انا فعلا في الاول على الكاميرات بحسب رياكشنز بعد كده برسم الشير، فلذلك انا بقول لك ان انا بستخدم اللود فور شير عشان ارسم رياكشنز، سوري عشان ارسم شير. فلذلك لو قلت لك انا عايز احسب رياكشنز يبقى اكيد منين؟ من اللود فور شير. يبقى انا اول حاجه هعملها ايه؟ لو عندي حاجه من منتظمه غير منتظمه و بينطبق عليها شروط استخدام السي اي والسي اي بخش احسبهم. يبقى اول حاجه الشيب المنحرف ده هو فعلا بينطبق عليه الشرطين بتوع استخدام سي اي وسي اي، فانا حسبت السي اي طلعت 0.67 اللي هي تلتين يعني، والسي اي طلعت ب 0.85. حسبت اول حاجه القيم دي. طيب تاني حاجه، هل المستطيل ده محتاج احوله ايكويفالنت ولا هو اصلا ايكويفالنت؟ هو اصلا ايكويفالنت لان هو مستطيل ديستريبيوتد اهو، خلاص تمام. بعد كده هحسب حاجه اسمها ايه بقى؟ اسمها لود فور شير، حاجه اسمها لود فور مومنت اللي هو الدبليو ايكويفالنت شير
و W equivalent moment. في ناس بتسمي ال W equivalent shear WA. WA لا يعني موجود فيها ال CA يعني. عشان كده سماها WA. وفي ناس بتسمي برضو ال W equivalent moment WE اللي هي جاية من CE. ايا كان المسمى المهم تحسبها صح. يبقى اول حاجة احنا قلنا load for shear او load for moment اول حاجة بحسبها ال on weight of beams. وانا مديها لك assumption اصلا موجود بتام بكام؟ بتلاتة. 3 كيلو نيوتن بير متر سكوير. خلاص تمام؟ تمام. زائد الوولز. هل انا قلت لك هنا في احمال حوائط ولا قلت لك نو وولز؟ انا قلت لك نو وولز. طبعا لو كان عندك في شيت او كان في امتحان وقال لك نو وولز برضه هي موجود او هو مديها لك مفيش حوائط. طيب لو كان قال لك السقف اللي عندك ده او المساله اللي عندك دي هي ايه الفلور بتاعها او السقف ده هو سقف روف. كلمة روف معناها سطح. وانا فاكر لو قلت لك كده من كذا فيديو قلت لك كلمة روف او سطح بتقول لك ان مفيش حوائط فوق الكاميرات. لان طبعا مفيش حد هيقسم حوائط فوق، مفيش حد ساكن فوق اصلا. فنو وولز لو انا قلت لك صريحة او قلت لك ان السقف ده سقف روف هتعرف ان انت مش هتحسب اي احمال للحوائط. ركز كده في الكلام ده عشان الكلام ده مهم. تمام. يبقى الايه الوولز هنشطب عليها اكنها مش موجوده خالص. طيب بعد كده احسب بقى نسبه ال دبليو اس اللي رايحه لكل الكاميرا. فانا عندي على الكاميرا دي حمل جاي من فوق وحمل جاي من تحت. الحمل اللي جاي من فوق هضربه في سي اي لانه شبه منحرف لانه حمل غير منتظم. يبقى 0.67 في دبليو اس في ارتفاع شبه منحرف اهو. سي اي في ال شورت على الاثنين اللي هو ارتفاع شبه منحرف في دبليو اس. خلاص يبقى السي اي 0.67 وانا مديك الدبليو اس بتاعتك ب 2 كيلو نيوتن بير متر سكويرد وقايل لك ان شبه منحرف ده ارتفاعه كام؟ 2 زي ما حسبناها في الاول. ال شورت على الاثنين كان ال شورت ب 4 لذلك ال شورت على الاثنين ب 2 متر. ما تنساش بقى الكاميرا دي عليها حملين. احنا كده حسبنا حمل شبه منحرف، لسه فاضل شيء الحمل بتاع ايه؟ المستطيل. حمل المستطيل محتاج تحسب له سي اي وسي اي ولا هو اصلا ايكويفلنت؟ هو اصلا ايكويفلنت. فهتضرب للدبليو اس في ارتفاع الايه؟ ارتفاع المستطيل. يبقى 1 في 2 هتجمع الكلام ده يطلع 7.68. 7.68. لو عايز تحسب دبليو ايكويفلنت مومنت نفس الكلام، اون ويت البيمز زائد سي اي في دبليو اس في ال شورت على الاثنين زائد دبليو اس في ارتفاع المستطيل طلع في الاخر 8.4. طيب هستخدم انا واحد عشان احسب الرياكشنز؟ ها احنا قلنا هنستخدم اللوت فور ايه؟ فور شير. يبقى الرياكشن بيساوي، طيب خد بالك معايا، هو انا الكاميرا اللي عندك دي اللي هي كان عليها حمل شبه منحرف وحمل مستطيل، بعد ما حسبت الراجل ده اللي هو كان 7.68 وعايز احط الحمل ده على الكاميرا هرسمه ازاي؟ مش انا بقول لك ان الدبليو كيفن في الاخر بيبقى مستطيل بالمنظر ده؟ خلاص يبقى انت ترسم الكاميرا عليها مستطيل اللود بتاعه اسمه دبليو ايكويفلنت سواء شير سواء مومنت بالرقم اللي عندك. طيب انا عايز احسب بقى رياكشن. الكلام ده كان تقريبا تاني فيديو في استراكشر 1 في اولى مدى لو تفتكر معايا. لو الناس ما بتعرفش تحسب رياكشنز لغايه دلوقتي يا ريت ترجع تشوف الفيديوهات، لان الكلام ده بصراحه انا بعتبره مصيبه. انت في تانية مدني خلاص عديت ترمين في الاستراكشر، انت خلاص انت راجل عندك علم كبير بالاستراكشر، يعني انت البدايات بتاعت الاستراكشر دي لوحدها علم. وانا الحمد لله يعني حاولت ان انا ما اقصرش في الاستراكشر او في كورس الاستراكشر، حتى كان الفيديوهات بتاعته كتير جدا. فيعني يا ريت الناس ما تكونش لغايه دلوقتي ما بتعرفش تحسب الحاجات البدائيه دي. خلاص؟ طيب نرجع لموضوعنا، ازاي نحسب رياكشن؟ لو عندي ستريت لود بالمنظر ده ال W equivalent بتاعك ب 7.68 هتضربه في السبان بتاع الكاميرا كان 6 متر وبعدين تقسمه على الاثنين يروح هنا رياكشن وهنا رياكشن. الرياكشن بكام بقى؟ 23.04. طبعا هو كيلو نيوتن مش كيلو نيوتن بير متر سكوير. طيب هتفرق يا باشمهندس؟ اه هتفرق معايا انا وهتفرق مع المصحح بتاع الامتحان. انت ممكن في الشيت ما حدش ياخد باله، انما في الامتحان الدكتور لو لقاك كاتب له الرياكشن كيلو نيوتن بير متر سكوير ممكن ينقصك، ممكن ينقصك، لان انت كده واحد مش فاهم يونتس اصلا.
ولذلك انا بدأت اصلا اول حاجة شرحتها هي اليونتس. الرياكشن ده يعتبر ايه؟ يعتبر حمل، لان الكونسنتريتد ده في الاخر حمل. خلاص الكونسنتريتد ايه؟ كونسنتريتد لود. ففي الاخر يا اما ايه اليونت بتاعته تكون كيلو جرام او جرام او نيوتن او كيلو نيوتن او طن. مفيش بقى بير حاجه، مفيش بير حاجه، خد بالك. طيب كويس، دلوقتي الرياكشن ده بتاع ايه اصلا؟ الرياكشن ده بتاع الكاميرا المتشاله. احنا قلنا الرياكشن ده بيترمي فين او بيتقلب على ايه؟ على الكاميرا اللي شايله. عشان كده هنرجع للكاميرا اللي شايله نحط القيمه بتاعت الايه الرياكشن اللي عندك. دلوقتي احنا وظيفتنا نحل الكاميرا دي، نحلها يعني ايه؟ يعني هنحسب لها الدبليو ايكويفالنت بتاعها سواء فور شير او فور مومنت. طيب افتكر معايا، هل الحمل اللي انت شايفه بالمنظر ده كده بيحقق شروط استخدام السي اي والسي اي ولا لا؟ ها انا قلت لك انه لا. طيب كويس، ليه مش لا؟ ليه بقى لا؟ لاني المثلث اللي عندك ده هل هو مكمل بين التو سبورتس ولا لا؟ مش مكمل، خلاص هو لازم نستخدم هنا السيجما اريا على الاسبان في الايه في الدبليو اس. طيب ادي القانون بتاع استخدام دبليو ايكويفالنت لو كان مفيش سي اي وسي اي في الموضوع او في حساب الدبليو ايكويفالنت. اون ويت البيم زائد الوولز زائد سيجما اريا على الاسبان في الدبليو اس. وانا قلت لك في المساله دي ان في ايه نو وولز، يعني مفيش اي حوائط تحسبها. يبقى الاون ويت بيم اللي انا مديلك ب 3 كيلو نيوتن على المتر سكوير زائد سيجما الاريا على الاسبان، وانا قلت لك ان مفيش الا مثلث بس، يبقى اريا لو نص قاعده في الارتفاع على الاسبان. وقلت لك ان في حالتين لاستخدام الاسبان، قلت لك يا اما تاخد الاسبان ده الحمل اللي موجود عليه المسافه اللي موجود عليها الحمل فقط، او تاخد الاسبان ده الاسبان الكاميرا كله. انت شايف من المنظر كده اكيد ان هياخد الايه الاسبان كله. لذلك الاريا انا حسبتها قبل كده طلع ان هو ايه ب 4، والاسبان قلت لك ان هو ب 6 متر، يبقى 4 على 6 في الدبليو اس بتاعك، وانا مديها لك ب 2 كيلو نيوتن على المتر سكوير، يطلع في الاخر الناتج ب 4.33. خلاص؟ طيب باشمهندس، هي الدبليو ايكوفلنت دي فور شير ولا فور مومنت؟ الاثنين واحد في استخدام سيجما الاريا على الاسبان في الدبليو اس. يعني يا باشمهندس لما تلاقي الكاميرا بتاعتك مش محققه سي اي وسي اي او شروط استخدامهم يعني، وهتلجا لاستخدام سيجما اريا على الاسبان، فانت لما تيجي تحسب دبليو ايكوفلنت هتحسب دبليو ايكوفلنت واحده بس، مفيش فور شير وفور مومنت. هي دبليو ايكوفلنت دي هتستخدمها ترسم منها شير، وهتستخدمها لحساب برضو او رسم المومنت. خلاص؟ طيب نكمل مع بعض. عندك بقى الكاميرات اللي بعد كده، كاميرا عليها شبه منحرف وكاميرا عليها مستطيل، فاكيد نفس بالظبط اللي احنا عملناه هنا هيتعمل هنا. لذلك انا طبعا ايه ما حسبتهاش يعني بالارقام، اللي اتعلمته هنا فوق يكفيك ان انت تعرف تحل الاثنين دول وتطلع النتيجه بتاعتهم. يبقى فاينلي كده احنا كل كاميرا، عشان الموضوع ده مهم جدا في تنظيم حل المساله، احنا بنطلع الكاميرا بنرسم عليها توزيع الاحمال اللي طالعه من اللود ديستريبيوشن، نشوف الكاميرا محققه سي اي ولا سي اي ولا مش محققه، بنحسب لها اللود فور شير واللود فور مومنت، وبعد كده برسم الكاميرا جنبها عليها الدبليو ايكويفالنت شير ودبليو ايكويفالنت مومنت، وطبعا اللود بيبقى منظره ديستريبيوتد مستطيل. خلاص كده؟ بعد كده بدام الكاميرا عندك بقت الحمل عليها مستطيل، انت دلوقتي قادر ان انت ترسم بيندنج مومنت وشير فورس. باشمهندس لو سمحت افتكر معايا، الخرسانه معتمده اعتماد كلي على ستراكشر 1. فلذلك لو سمحت هترجع لفيديوهات ستراكشر 1 في البلاي ليست بتاع الشانل على اليوتيوب، في بلاي ليست كده اسمها ستراكشر 1، تخش هتلاقي الفيديوهات باساميها زي ما انت شفتها قبل كده، واللي ما شافهاش يا ريت يخش يشوفها. الفيديوهات موضحه رسم الانترنال فورسز لكل الايرمنت سواء كاميرات سواء فريمز. الكلام ده يهمك جدا في كورس الخرسانه السنه دي. التراسز والارشز مش هنحتاجهم. التراسز والارشز، الارشز ايه مش هنحتاجهم. الانفلونس لاين مش هتحتاجها. خلاص؟ طيب النورمال، النورمال فورس، النورمال ستريسز والستريننج اكشن والبروبرتس اوف اريا هنحتاجهم برضه، فيا ريت ايه؟ يا ريت الناس تشوفهم. الكلام ده مهم جدا ويا ريت ننفذه، عشان بس ايه؟ انا دلوقتي ما بشرحش ستراكشر وانا بشرح خرسانه.
انا دلوقتي بقول لك الكلام بسرعه بالنسبه للاستراكشر، فيا ريت ان انت تكون متابع معايا، في لو انت مش عارف حاجه ترجع تشوفها في الفيديوهات السابقه بتاعه الاستراكشر. طيب نكمل مع بعض. دلوقتي انا في حاله تانية، لو على نفس المثال اللي انا بشرحه، ما كانش الكاميرا دي متشاله على الكاميرتين دول، يعني ببساطه كده لو كان في عمدان هنا، لو كان في عمدان هنا، ها ايه اللي هيفرق معايا؟ ها الناس تفكر، لو انا الكاميرا دي ما كانتش متشاله على كاميرتين، هي متشاله على تو سبورت عمدان، ايه اللي هيفرق؟ اول حاجه هتفرق في رسمه الكاميرا، في رسمه الايه؟ الكاميرا. ليه؟ الكاميرا المتشاله دي كان السبورت بتاعها ايه؟ زمان في المثال اللي قبل كده، افتكر مع بعض كده، كان السبورت بتاعها الكاميرا دي والكاميرا دي. لذلك انا لما كنت باجي ارسم الكاميرا الكبيره السمبل اللي هي طولها 6 متر، كنت برسمها ايه؟ سبورت في اولها وسبورت في اخرها فقط. صح كده ولا ايه؟ طيب انما انا المره دي لما ظهر معايا سبورت هنا اللي هو العمود، لما اجي ارسم الكاميرا اللي هي سمبل 6 متر الطويله دي، هرسمها بتو سبورت فقط ولا في بقى في ظهر معايا سبورت جديد اللي هو العمود ده؟ ظهر معايا سبورت جديد يا باشمهندس، فهتلاقي نفسك رسمت سبورت كده جديد اللي هو العمود. تمام، كويس قوي. يبقى اول اختلاف اللي هو ان في عمود ظهر معاك في رسمه الكاميرا اللي هي السيمبل اللي هي طولها 6 متر اللي هي الطويله دي الافقيه. طيب كويس. تاني حاجه دلوقتي، هنا كان في كونسنتريتد لود جاي من الكاميرا المتشاله، هل الكاميرا دي هيبقى عليها كونسنتريتد لود؟ باشمهندس مش احنا قلنا في عمود؟ خلاص، يبقى الكاميرا دي بقى متشاله على عمود، يبقى مفيش ايه؟ مفيش رياكشن جاي من الكاميرا اللي هي السيمبل اللي هي الصغيره دي. خلاص، يبقى الكاميرا السيمبل دي ما بقتش متشاله على الكاميرتين الافقيتين دول، يبقى نو كونسنتريتد لود. طيب يبقى دلوقتي ظهر معاك حته كده سيمبل صغيره وحته سيمبل كبيره شويه، الحمل بقى جاي من السبورت للسبورت، مش ده شرط اساسي من شروط استخدام السي اي والسي اي؟ تمام تمام. طيب هو الشكل ده ما بيشبهش شكل من اشكال الموجوده في الجدول بتاع السي اي والسي اي؟ نفتكر مع بعض كده، ها مش ده كاميرا سيمبل اهي، والحمل بتاعها جاي بين تو سبورت مثلث بالمنظر ده، زاويته 45 وارتفاعه ال شورت على الاثنين؟ هو الكلام ده مش متحقق عندنا في المنظر ده؟ طبعا متحقق عندي. خلاص، يبقى انا دلوقتي اقدر استخدم السي اي والسي اي، طبعا كلامهم انت بقى محفوظه، سي اي بنص والسي اي بتلتين او 0.67 يعني لو انت عايز تقربها. خلاص، يبقى دلوقتي لما ظهر معاك عمودين عند الكاميرا المتشاله، هي دلوقتي ما بقتش متشاله، بقت سيمبل لوحدها منفرده. لذلك اختلف معايا بقى دلوقتي الايه؟ شكل توزيع الاحمال. بالمره كده معاك بعد ما تحسب دبليو ايكويفلنت، لازم يظهر معاك الكاميرا بالمنظر ده. في شويه لود صغيرين وشويه لود هنا كبيره شويه. ليه بقى؟ هنا كده انا بقول لك ان ما فيش اي احمال جايه من الايه؟ من البلاطه على الكاميرا. صح كده؟ صح تمام. طب هي اصلا ال W اللي على الكاميرا كانت بتكون من كام حاجه؟ من اربع حاجات، يا اما اون ويت زائد الاحمال بتاعه الحوائط زائد الاحمال اللي جايه من البلاطات زائد اني اكسترنال لودز لو كان في كاميرا متشاله يعني. طيب دلوقتي الجزء اللي هو معلوش اي احمال بالبلاطه ده، مش عليه احمال اخرى اللي هي الاون ويت والوولز واني اكسترنال لودز؟ طبعا، عشان كده شويه الحمل الصغير ده هو جاي منه. طبعا انا هنا قلت لك في المثال ان في مفيش حوائط، فلذلك انا كاتب لك ان الدبليو ايكويفالنت هي اون ويت البيم اونلي. تمام، هنا بقى الحمل الكبير ده جاي منين؟ جاي من كل الاحمال اللي هي الاون ويت زائد السي اي او سي اي في دبليو اس في ال شورت على الاثنين. لذلك الحمل ده كبير والحمل ده صغير. باشمهندس هو الكلام ده هيفرق معايا؟ يعني انا لو رسمت الحمل ده قد الحمل ده كده كروك، يعني هتفرق بالنسبه لي انا؟ هتفرق بالنسبه للمصحح برضو في الامتحان؟ هتفرق. ليه؟ لان الكلام ده
هو كروكي اه، بس هو بيانديكيت لحاجه، هو بيانديكيت لحاجه. يعني هنا هو لما ترسم له الحمل ده قد الحمل ده، انت كده يا باشمهندس مش فاهم ايه، مش فاهم توزيع الاحمال. هو ممكن يترجمها في دماغه ان انت مش فاهم، فلذلك يا ريت الانديكيشنز تبقى ايه، تبقى واضحه. انت راجل مهندس بترسم رسم صحيح، هو اه كروكي بس برضه يكون صحيح. خلاص. طبعا انت لما تيجي ترسم مومنت هنا، المومنت هنا هيبقى صغير نازل هنا كده، اللي هو الدبليو ال سكوير على 8 نازل صغير، انما هنا هتلاقيه نازل ايه كبير. وطبعا هيبقى هنا في ايه، في مومنت فوق كده، طبعا هيبقى هنا ايه، هنا في مومنت. يعني انت لو جيت هنا رسمت كده بالمره اقولها لك بلون تاني كده، هتلاقي هنا كده ايه في شويه مومنت، وبعدين كده ايه في شويه مومنت، وبعدين جايين بس نازل اكتر. يعني النزوله دي الدبليو ال سكوير على 8 هنا اكيد اكبر من الدبليو ال سكوير على 8 دي. خلاص. وهنا في شويه احمال جايه نيجاتيف على القمر اللي هي فول سبورت يعني، فطبعا ده نيجاتيف وده الساين بتاعته ايه بوزيتيف. خلاص. ده كده سريعا يعني البيننج مومنت. طبعا الكلام ده لسه هقوله قدام، ما تقلقش. يا ريت الناس تكون فهمت المثال اللي لما اتغير الاستاتيكال سيستم بتاع البلان، لما زودت بس عمودين الموضوع اختلف تماما. طيب نخش بعد كده في ثالث نوع من السلابس، ويظهر جنبه نوع مختلف اللي هو رابع نوع يعني، اللي هو الكانتليفر سلاب والثري سايدد سلاب. لو تفتكر معايا طبعا انا خلصت كده الحمد لله الوان واي سوليد سلاب والتو واي سوليد سلاب. طبعا بحل المسائل عليك انت، يعني ترجع كده تفتح بقى الملازم وتمسك الوان واي والتو واي اللي هو الجزء بتاع اللود ديستريبيوشن، وبالمره الكانتليفر اللي انا هشرحه دلوقتي والثري سايدد، تفتح المسائل بتاعتهم وتقعد تحل مع نفسك. طبعا انا ما بحلش معاك، وانا قلت لك في الاول ان انا مش هحل امثله، انا بس بوضح لك الفكره. طيب الكانتليفر سلاب هتلاقيها بالمنظر ده، كانتليفر متشاله على كاميرا واحده بالمنظر ده كده. انما الثري سايدد سلاب هتلاقي ثلاث كاميرات موجوده والبلاطه بتاعتك متشال عليها. فلذلك انا بقول لك 3 3 يعني ايه؟ يعني الحمل بينتقل لثلاث اتجاهات، بينتقل هنا وهنا وهنا. ماشي. طيب لو جيت رسمت البلان، لو جيت رسمت البلان هتلاقي ان الحمل كله طبعا رايح فين؟ في اتجاه واحد على الكاميرا اللي هي البي دي. طبعا السلاب بتبقى اللي كانتليفر. هنا نفس الكلام، الاحمال هتنتقل على الكاميرا دي والكاميرا دي والكاميرا دي. فلذلك لو جيت رسمت البلان ووضحت عليها اللود ديستريبيوشن للبلاطه، هتلاقي في شويه احمال رايحه للكاميرا دي، وفي شويه احمال رايحه للكاميرا دي، وفي احمال اكبر بكتير رايحه للايه؟ للكاميرا دي. لان المين هنا او الميجور هنا الاحمال بتروح للكاميرا اللي هي الافقيه دي. يعني الميجور هنا الميجور لود رايح للايه؟ للكاميرا الطويله دي، وفي شويه احمال بس رايحه هنا، وفي شويه احمال ايه رايحه هنا. خلاص. لو انا ده طولت شويه اللي كانتليفر بقت كبيره شويه، كبرت طبعا الكاميرات معاها، هل نفس شكل الاحمال دي هيبقى بالظبط هي الاحمال الموجوده ولا هتختلف؟ خلينا نرسمها مع بعض كده، عشان انا بقول لك هنا الاحمال على الكاميرات لها اشكال اخرى حسب طول الكابولي. فانا عايز ابين لك بس ان فعلا ممكن تختلف معاك. لو رسمنا كده طبعا ايه، بنعتذر طبعا على سوء الرسم هنا، لان طبعا هيبقى فري هاند بالماوس يعني، فانا اعتذر. لو اللي كانتليفر دي كبيره كده، عندي هنا كاميرا وهنا كاميرا، طبعا هي مكمله لجوه. خلاص. طبعا هنا في عمود وفي كاميرا، تمام. طبعا هنا كده ايه في عمود برضه. طيب اللي كانتليفر زي ما انت شفت ايه كبرت معاك. نرسم بس توزيع الاحمال بلون تاني، خلينا نرسمها باللون الاحمر مثلا. خلاص. بقول لك بقى ان انا عندي لو هنصف الزاويه دي كده، طبعا الكلام ده بالمسطره والايه والمثلث، الكلام ده ما بترسمش بايدك، بس انت مع الحل الكتير بقول لك ان انت بتكتسب خبره ان انت بعينك بتعرف توزع الاحمال. طيب تيجي كده الحمل ده جاي كده، بعد كده الحمل ده جاي كده. خلاص. بعد كده ايه، بعد كده الحمل ده جاي كده. ايه ده بقى؟ الحمل ده جاي كده، يعني الشيء المنحرف ده هيرمي على الكاميرا. خلاص. والحمل ده هيرمي
على الكاميرا دي، والحمل ده هيرمي على الكاميرا دي، باشمهندس طب الحمل ده هيرمي فين؟ هي دي الغلطه اللي الناس بتغلطها، هي دي الناس الغلطه اللي الناس بتغلطها. دلوقتي انا رسمت ونصفت ايه الزاويه دي اهي، ها ظهر لك هنا شبه منحرف، ماشي ده منطقي، ظهر لك هنا حته كده تعتبر نص شبه منحرف، وهنا تقريبا نص شبه منحرف، بس في حته كده حمل مش عارفين رايحه فين. هو ده السنس، لما تلاقي حاجه زي كده كده ده فيتال ميستيك. طب هتقول لي يا باشمهندس ما هو انا يعني هو ده اللي انا عارفه، هو ده اللي انا عملت اللود ديستريبيوشن عليه، ماشي منطقي كده شويه. المربع ده والمستطيل بتاع الحمل ده راح فين؟ فاكيد الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. فلما تيجي ترسم صح بقى، لما تيجي ترسم صح اهو، نرسم الاول تاني كده خلاص، نيجي نوزع برضو نعمل له ديستريبيوشن بلون تاني اهو. ها هيظهر معاك ايه بقى؟ انت شايف ايه بقى؟ حته كده، حته كده ما كملتش، بقت مربع. خد بالك يعني مش هيتكون الجزء بتاع شبه منحرف، هيتكون معاك ايه؟ مثلث. ها بقت جزء من شبه منحرف او جزء غير منتظم، والحته دي نفس الكلام. لذلك تيجي بقى نشوفها منطقي، في حته، في حته حمل او جزء من حمل مش لاقين له مكان يروح عليه، لا خلاص تمام كده، انا نصفت الزاويه اهي، الزاويه دي زي الزاويه دي، الزاويه دي زي الزاويه دي، خلاص ومشيت كده، اتقابلوا في نقطة وعملت كملت الخط لغاية البلاطة، وهو ده الناتج من توزيع الأحمال. يبقى أنا لما أرسم توزيع الأحمال غلط هكمل غلط طبعا. يبقى لذلك أنا بقول لك ارسم بالمسطرة، لو رسمت البعد ده بعد حقيقي تو سكيل، ورسمت البعد ده بعد حقيقي تو سكيل، ورسمت ده فعلا تنصيف للزوايا، هتلاقي فعلا الشكل ده ظهر معاك خلاص. طيب جميل، فلذلك انا بقول لك الاحمال على الكاميرات لها اشكال اخرى حسب طول الكابول، حسب ما ال كانتريفر يختلف هيظهر معاك شكل مختلف. طبعا انا مش بصدد ان انا عديت لك كذا شكل قدامك، انا بس ببين لك الفكره خلاص. طيب جميل، لو عندك بقى احنا كل اللي فات ده كله كان ايه؟ ريجولار سلابس. ريجولار ايه؟ سلابس، كان شكل مستطيل او شكل مربع او شكل او شكل، بيظهر لك في الاخر ايه؟ بيظهر لك في الاخر اشكال مثلثات واشباه منحرفات منتظمه. طيب لو عندك بقى الريجولار سلابس، حاجه بالمنظر ده كده، او حاجه بالمنظر ده، شكل كده خماسي او سداسي، المنظر ده كده، شكل السداسي اللي قدامك ده او شكل اللي قدامك ده، ده اشكال الريجولار. هنعمل ايه؟ اكيد مش هنستخدم السي اي والسي اي الا في حالات معينه اللي هي شروط استخدام السي اي والسي اي. في معظم الريجولار سلابس هتلاقي ان شروط استخدام السي اي والسي اي غير متحققه، غير متحققه، فهتستخدم الايه؟ السيجما اريا على الازمان في الدبليو اس. بعمل اول خطوه تنصيف للزوايا زي ما انت شايف، تنصيف للزوايا حسب بقى كل زاويه، يعني الزاويه هنا ما بقتش 90 درجه اصلا، الزوايا هنا ما بقتش 90 درجه خلاص، فهنصف الزوايا واستخدم في الاخر السيجما اريا على الازمان في الدبليو اس. لذلك مثلا الكاميرا دي وليكن هتلاقي عليها حمل بالمنظر ده، مثلث كده غير منتظم، يعني الزاويه دي مش زي الزاويه دي مثلا، وهكذا. فلذلك مش هتعرف تستخدم السي اي والسي اي. طيب بعد كده في شويه ملاحظات، طبعا الفيديو ده هيبقى طويل شويه بس عشان انا عايز اخلص المره دي اللود ديستريبيوشن، عشان المره الجايه ان شاء الله نخش في حاجه جديده. عندي شويه ملاحظات، في هتقابلك اكيد، هتقابلك سواء في امتحانات او شويه في الشتات هتقابلك والناس بتتلخبط فيها، ضروري يعني ضروري يتلخبطوا فيها، فلذلك انا هحاول اوضحها لك. رقم واحد او الملاحظه الاولانيه، لو عندي المنظر اللي انت شايفه ده، ايه بقى المنظر اللي انت شايفه ده؟ خليك بس بص على الاليفيجن الاول، سيبك من البلان، بص على الاليفيجن لانك انت اللي هتستنتج البلان، اتعود على المرحله دي من الحل، انت اللي هتستنتج البلان يا باشمهندس، انت بترسم لك الاليفيجن ولازم ترسم البلان، لازم انت تفهم الاليفيجن عشان منه ترسم البلان. طيب فلذلك انا بقول لك عندك كده ايه ده، ايه ده؟ خلينا نوضح، نجيب قلم كده عشان برضو ايه نفهم مع بعض. دلوقتي الخطين اللي انت شايفهم دول بيمثلوا ايه؟ اللي هو الجزء ده والجزء ده، بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا اعمده.
فلذلك انت اكيد عارف ان هنا كده لو نزلت كده بروجيكشن، نزلت هنا بروجيكشن اكيد هتحط عمدان. مش عارفين بقى كام عمود، خلينا بس نعرف ان في عمده. كويس. غير كده ايه بقى الحته البيضه دي وايه الحته الايه المتهشره دي؟ دايما لما تلاقي فيه كاميرا كده وكاميرا كده، طبعا ده كاميرات يعني، الجزء ده كده الجزء ده الجزء ده كده كاميرا، والجزء ده اكيد ايه كاميرا اللي هو الجزء الصائد ده، فده اكيد ايه اكيد كاميرات. ليه اكيد كاميرات؟ شفت كلمه اكيد دي؟ لانها في الاخر متحمله على ايه؟ على عمود. ما انا بقول لك ان دايما الحمل بينتقل من البلاطه للكاميرا ثم الى عمود. فلو لقيت حاجه بالمنظر ده ساقطه ما تحتهاش عمود، يا ريت تبدا تشك، يا ريت تبدا تشك. ما تقولش اي حاجه ساقطه تبقى كاميرا، يا ريت. لو ما لقيتش حاجه خطين كده يقول لك ان في عمدان تحت الكاميرا، يا ريت تبدا تشك هل دي كاميرا ولا مش كاميرا، فان في الغالب مش هتطلع كاميرا. خلاص تمام. فانا بقول لك ان دول كاميرتين لان تحتيهم ايه؟ تحتيهم عمدان. جميل. طيب الجزء المتهشر ده ايه بقى؟ اللي هو سكنسه صغير ده، سمكه صغير. ها السمك الصغير ده اكيد بيمثل ايه؟ بيمثل التي اس. التي اس اللي هي بتبقى ايه؟ اللي هي سمك الاسلاك. فغالبا كده هتلاقي دي كاميرا، دي كاميرا، ودي ايه؟ ودي البلاطه، سمك البلاطه. طيب ايه دايما اللي بيبقى تحت البلاطه؟ كاميرا. طب يا باشمهندس صح، ما احنا خلاص قلنا دي كاميرا ودي كاميرا. طيب هو لو الكاميرا دي والكاميرا دي اللي هم الساقطين دول جيت ترسمهم في البلان، هترسمهم ازاي؟ هترسمهم خطين كده اهو، هتنزل بروجيكشن لغايه الخط ده وبروجيكشن من ده لغايه الخط ده، عملت الكاميرا. وكذلك الكاميرا دي هتعمل برضو الكاميرا دي والكاميرا دي، او يعني الكاميرا الخطين بتوع الكاميرا يعني. خلاص يبقى اكيد الكاميرا اللي ساقطه دي انت هتشوفها ايه؟ هتشوفها راس كده. طب الكاميرا دي بقى، او يعني الجزء اللي هو الجزء ده الابيض ده، ده بيمثل ايه؟ اكيد كاميرا. ليه اكيد كاميرا يا باشمهندس؟ كلمه اكيد دايما يبقى انا اكيد متاكد ان في عمدان، متاكد ان في عمدان. ما فعلا الكاميرا اللي هي لونها ابيض دي متحمله ازاي؟ متحمله على العمود ده والعمود ده، لذلك انا بقول اكيد كاميرا. ليه؟ لان في عمدان. ما فيش عمدان يا ريت تبدا تشك. طيب هي الكاميرا دي لما اجي ارسمها في البلان ترسم ازاي؟ انزل بروجيكشن كده، انزل بروجيكشن كده، ادي الكاميرا بتاعتك، ادي الكاميرا بتاعتك. طبعا هما كاميرتين، كاميرتين، لان هو دايما هيقول لك انا عندي سبيسنج معين. خد بالك يعني هو لو ما جابلكش البلان لازم يقول لك انا هرسم سبيسنج قد ايه والكلام ده، فانت هتفهم من الكلام اللي مكتوب فوق المساله او فوق الرسمه بتاع الاليفيشن، هتفهم ان في ايه مسافه معينه عشان تعرف تحدد بالظبط البلان بتاعك شكله ايه. خلاص؟ طيب نكمل مع بعض. ظهر معاك بعد الكاميرا دي اللي هو الجزء بتاع التي اس اللي هو سمك السلابه وما تحتوش اي حاجه. يا ريت بقى تبدا شك هنا. تبدا نفكر مع بعض هنا. بلاطه من غير حاجه تحتيها تبقى دي ايه؟ وش كده كانت ليفر سلاب. مفيش حاجه تحتيها يا باشمهندس في الاليفيجن، مفيش حاجه تحتيها، تبقى ايه؟ كانت ليفر سلاب، يعني بلاطه خارجه كده لوحدها، كابولي كده خارج لوحده، يبقى ده كانت ليفر سلاب. خد بالك مش كانت ليفر بيم. ليه؟ لو هو كانت ليفر بيم كان هيرسم لك كده الخط ده اللي هو مكمل من الابيض ده هنا، يبقى ده فعلا كانت ليفر بيم. انما لان ما رسمش حاجه وعامل لك التي اس لوحده بره كده كابولي، يبقى ده كانت ليفر سلاب. طبعا انا بوضح لك واحده واحده، يا ريت الناس ما تبداش تمل، انا بشرح واحده واحده عشان الناس تفهم. خلاص؟ طيب كويس. طلعت معاك بقى حاجه كده لفوق مش عارفين ايه دي. ايه دي بقى؟ هل دي كاميرا؟ قلت لك شرط الكاميرا ايه؟ ان يكون تحتها عمود. شرط الكاميرا تحتها عمود، او تحتها ايه ثانيه؟ كاميرا زيها. احنا قلنا الكاميرا ممكن تتشال على عمودين او كاميرتين، زي ما قلنا في المثال اللي فات اللي هو كان متحمل على كاميرا، كاميرا متشاله وكاميرا شايله. فاي حاجه طالعه كده خرسانه كده، طبعا التهشيل خرسانه مسلحه اهو زي ما انت شايف، فاي حاجه طالعه خرسانه كده ما تقولش كاميرا وخلاص، هتقول يا باشمهندس ما هي كاميرا مقلوبه. ماشي، هي مقلوبه فعلا بس مش كاميرا. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه دروه. ده اسمه دروه، يعني سور. يعني سور. في الغالب هتلاقي الكلام ده في الروف، لكن لو انت بصيت على العماره عندك هتلاقي في السطح كده في حته سور طالعه كده عشان الناس لما تطلع فوق ما تقعش من فوق السور. في ناس بتعملها خرسانه مسلحه وفي ناس بتسترخص وتعملها طوب. ايا يكن في واحد استغنى على خرسانه مسلحه زي ما انت شايف. فيا ريت الجزء اللي انت شايفه ده ما تقولش عليه كاميرا، لان مش تحتيه حاجه
ما فيش حاجه شايلاه يعني، فهو اكيد دروه. طيب بعدين هو دروه وما فيش حاجه شايلاه، طب ما هو ما فيش حاجه شايلاه فعلا، ولا هو متحمل على حاجه؟ اكيد متحمل على حاجه طبعا. هو هنا متحمل على ايه على طول؟ متحمل على البلاطه دي، يعني الكاميرا سوري الدروه اللي هو اللي طالع لي فوق ده حملها بيروح في الاخر فين؟ بيروح في الاخر على البلاطه. خلاص. طيب خد بالك في رسمه البلان انا راسم الايه الدروه دي خط سوليد وخط دوت. بص من فوق يا باشمهندس كده عشان ترسم بلان. اول خط ده، اول خط ده سوليد صح، وبعدين بعد كده ايه؟ ها بعد كده النقطه دي سوليد. باشمهندس هو انا برسم بلان انشائي ولا بلان معماري؟ برسم بلان انشائي ولا بلان معماري يا باشمهندس؟ ركز معايا، انا بصيت من فوق والناس خدت معايا الكلام وما اتكلمتش وما اعترضتش. ها انا ببص من فوق ولا ببص من تحت كانشائي؟ ببص من تحت. الكلام ده معماري وده ما يخصناش في رسمنا. كل حساباتنا يا باشمهندس انا برسم انشائي. لما باجي ارسم كاميرات او برسم بلان عشان اعمل عليه توزيع لود ديستريبيوشن، اكيد بعمل حاجه اسمها لود ديستريبيوشن على بلان انشائي مش معماري يا باشمهندس. فانا برسم من فين او ببص من فين؟ ببص من تحت. خلاص. طيب ركز بقى معايا عشان اجيب لون تاني اوضح لك النقط بتاعتك. انا ببص من تحت، عندي نقطه، عندي النقطة التانية، نقطة جنب نقطة اهي، النقطة دي سوليد، أنا فعلا شايف خط، بس النقطة دي مش سوليد، أنا شايف الخط ده متداري بالخط اللي تحتيه ده، فأكيد هو إيه؟ دوتد. باشمهندس هو أنا لو رسمت في الامتحان الدروة دي اتنين سوليد، خطين سوليد مع بعض كده، هتفرق يعني هنقص درجات؟ بقول لك لو الدكتور لاحظ الكلام ده لازم ينقصك درجات، ليه؟ لأن كده بتقول له إن أنا مش فاهم، أنا مش فاهم الرسمة اللي قدامي. انا كده مش فاهم. خلاص. فيا ريت تركز الحاجه المقلوبه زي بالظبط الكاميرا المقلوبه برضو لازم توضحها خط سوليد وخط دوت يا ريت. وطبعا لو الكاميرا المقلوبه دي في نص البلان بيبان الخطين دوت، هتيجي قدام دلوقتي وهقولها لك. خلاص. طيب يبقى احنا خلصنا اول ملحوظه. الملحوظه رقم 2 نفس الكلام، ده ايه؟ ها عمود. وده ايه؟ عمود. طيب ده ايه ده اللي هو متهشر كده خرسانه ده؟ رفيع التي اس اللي هو سمك السلاب. طيب باشمهندس ده ايه ده؟ ده كاميرا. وده ايه ده؟ ده كاميرا. طيب الخط او الخطين اللي هم البيت دول بيمثلوا ايه؟ كاميرا. باشمهندس خد بالك الكاميرا كملت معايا في الكانتليفر. طيب بقت كانتليفر سلاب ولا كانتليفر بيم؟ ها هي كانتليفر بيم لان هي الكاميرا ظاهره معاك. لذلك لما اجي ارسم الكانتليفر بتاعك هترسم فيه ايه؟ كامرتين خارجين معاك. هنا انا ما رسمتش كاميرات لان ايه؟ لان تحت البلاطه كان فاضي مفيش كاميرات، انما هنا ظهر معاك كاميرات، فلذلك ايه؟ لذلك انا رسمت الكامرتين اللي انت شايفهم دول. طيب ما دام في كامرتين بالمنظر ده هشك في ايه؟ هشك ان انا يا اما عندي كانتليفر بيم وخلاص، يا اما نكمل مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. الجزء ده زي الجزء ده بالظبط اهو، ها جزء كده مقلوب. عايزين بقى نشوف هو ده دروه يعني حاجه كده مش متشاله على حاجه تحتيها، ولا بقى في حاجه شايلها تحتيها فبقت كاميرا. ها ركز معايا، مش ظهر معاك كاميرا اهي، فاكيد اكيد الجزء ده بقى متحمل على الكاميرا دي، فبقى اسمه ايه؟ بقى اسمه كاميرا، بس عشان هو اتقلب لفوق بقى اسمها كاميرا ايه؟ كاميرا مقلوب. خلاص. يبقى دي بقت ايه؟ كاميرا مقلوب. تمام. نفس الكلام خط سوليد وخط دوت. ركز معايا، ركز معايا في اللود ديستريبيوشن في الجزء ده عندك كام كاميرا يا باشمهندس؟ عندك ادي كاميرا الثانيه الثالثه وادي رابعه اللي هي الكاميرا المقلوبه دي. يبقى هنا لازم تعمل ايه؟ ما بقاش كانتريفر يا باشمهندس، الكلام هنا بقى ايه؟ بقى لازم تعمل حاجه اسمها ايه؟ الريكتانجلاريتي. تحسب ار سمول تعرف هو 1 واي ولا 2 واي. هنا عشان المسافه دي صغيره جدا بالنسبه للمسافه اللي هي ال ال دي، فلذلك طلعت ايه؟ طلعت 1 واي. خلاص. لو كبرنا المسافه دي شويه وحسبنا الار سمول اكيد هتطلع ايه؟ 2 واي. خلاص. فلذلك ادي شكل ال 1 واي وادي شكل ال 2 واي. هنا الكاميرا دي اللي هي المقلوبه دي متحمله على ايه يا باشمهندس؟ متحمله على كاميرتين. طيب هنا ممكن
الكاميرا دي نحط لك في الاخر هنا عمود وهنا عمود، وتبقى في الاخر متحمله على عمودين، وفي الاخر ده ما يبقاش كانتليفر اصلا. يبقى احنا كده خرجنا من شكل الكانتليفر خالص. طيب تالت ملاحظه معاك، لو عندك بقى ايه، طبعا لازم يديك البلان بتاعها، لانك انت مش هتعرف هو كده في كاميرا واحده ولا كاميرتين، فهو لازم يديك البلان بتاعها، مش هتعرف انت ترسمها لوحدك. وغالبا يعني هو التو سايدد سلاب ده اللي هو بيبقى كاميرا واحده بس جايه في الجنب، مفيش كاميرا هنا زي ما انت شايف اهو، مفيش كاميرا. فالتو سايدد سلاب ده يعني قلما ان انت تشوف، مش هيظهر لك كتير خلاص. انما الثري سايد سلاب والكانتليفر سلاب هتبدا تظهر معاك كتير وانت بتحل. تمام، خلينا اخر سلايد مع بعض اهو، يعني بنعتذر على طول الفيديو ده، اكزامبل بس فور كالكوليشنز عشان بس الملحوظه دي هيبدا معاك يختلف شويه حساب الاحمال اللي على الكاميرا. دلوقتي انا بقول لك الحته المقلوبه دي كانت متحمله على ايه هنا؟ ما كانش في كاميرا تحتيها، فانا بقول لك ان هي متحمله على التي اس اللي هي البلاطه على طول، والبلاطه والدروه هما الاثنين متحملين على ايه؟ على الكاميرا اللي هنا. فلذلك لو انا جيت احسب الكاميرا دي هلاقي جزء البلاطه مستطيل اللي هو الجزء ده خلاص، وعندك الدروه دي جزء صغير مستطيل صغير كده بنحسبه، وعندك ايه كمان؟ وعندك حمل جاي من ورا الكاميرا. ما تنساش ان بنبص الكاميرا من قدامها ومن وراها، او من يمينها ومن شمالها، يعني الكاميرا دي متحمله يمين وشمال، شويه حمل جايين من اليمين اهم وشويه حمل جايين من الشمال خلاص. فرسمنا المنظر ده عندنا. طب نعرف نحسبه؟ اه طبعا، الدبليو ايكويفالنت على اي كاميرا بيساوي اون ويت البيم زائد لو في وولز زائد شويه الاحمال اللي جايه من البلاطات اللي هي الدبليو اس في ال كانتليفر الجزء ده، وكمان السي اي في دبليو اس في ال اس على الاثنين اللي هو الجزء ده. طبعا عشان ده مثلث فقبل ان هو يبقى سي اي وسي اي، لذلك انا حاطط لك الكلام ده. زائد اخر حاجه الناس بتنساها دايما الويت اوف بارابت اللي هو السور، يعني بارابت يعني سور. فاكر لو قلت، ما قلت لك في ناس بتسترخص تعملها طوب وفي ناس بتستغلى شويه ان هي تعملها خرسانه مسلحه. لذلك ما تنساش هي لو متهشره تهشير خرسانه مسلحه هتظهر معاك جاما ايه؟ جاما كونكريت. انما لو متهشره في الاخر تهشير حوائط هتضرب في جاما وول. ما تنساش عشان الكلام ده الناس بتتلخبط فيه. اخر ملحوظه معانا حاجه اسمها المرايه. المرايه هتشبه بالظبط الحاجه اللي هي الدروه، ولكن بدل ما هي مقلوبه لفوق هتلاقيها من ايه؟ نازله لتحت كده. فالناس اول ما بيشوفوا الحاجه نازله لتحت زي ما قلت لك بتقول لك ايه على طول؟ دي كاميرا يا باشمهندس. انا قلت لك شرط الكاميرا ان هي تكون ايه؟ في حاجه شايلاها متحمله على ايه؟ يا اما عمودين يا اما كاميرتين. لذلك تيجي نبص هنا كده هنلاقي هنا فعلا في كاميرا، اهي الكاميرا اهي. انما الجزء الكانتليفر اللي هنا ده هتلاقي المرايه اللي تحتيها مفيش اي حاجه. لذلك انا بقول لك دي مرايه مش كاميرا. لو كان في حاجه تحتيها سواء عمدان او سواء كاميرا زيها، فلذلك انا ممكن اقول لك ان هي تكون ايه؟ تكون كاميرا. طيب وبما ان هي مرايه، لازم في الاخر ترمي حملها زي بالظبط البرابت ترمي على الكاميرا الموجوده عندك. فلذلك بي 1 هتبقى واخده ايه؟ واخده حمل من كانتليفر سلاب، واخده حمل من شويه الاحمال اللي جايه من البلاطه اللي جنبها هنا، واخده كمان حمل من الايه؟ من المرايه. دايما المرايه بتتعمل خرسانه مسلحه، مفيش حد بيعمل المرايه بحوائط. اخيرا بعتذر تاني على طول الفيديو ده، بس انا حبيت ان انا اخلص اللود ديستريبيوشن في الفيديو ده. يا ريت تكونوا فهمتوا معايا جزء اللود ديستريبيوشن. مبدئيا الناس بتفتكر دايما ان في كل الامتحانات اول مساله بتكون الطويله اللي الناس متعوده عليها. يعني انت عندك في الشيت في جزء اللود ديستريبيوشن بتجي لك مساله طويله، بيجيب لك بلان محترم والليفيجن معاه محترم كده، ويقول لك ارسم لي اللود ديستريبيوشن على الشكل اللي قدامك واحسب لي شويه حسابات انا يعني بصدد ان انا اشرحها في الفيديوهات اللي جايه. بس الناس بتبقى متعوده على ان لازم يجي لك لود ديستريبيوشن. لا، في امتحان 2015 سوري، في الدفعه اللي فاتت اللي هو السنه اللي فاتت في امتحان 2016 الترم الاول الدكتور لعب معاه ما جابلهمش لود ديستريبيوشن. الناس كانت حافظه ان هي لازم يجي لها لود ديستريبيوشن، ويعني كان الناس متعوده دايما، وفي الكورس كمان في الكورسات بره اتقال لهم ان لازم يجي لكم لود ديستريبيوشن، فالدكتور يعني حب يلعب معاهم وما جابها لهمش. بس الكلام ده ما يمنعش، ان لود ديستريبيوشن حاجه مهمه جدا.
اللود ديستريبيوشن طبعا حاجه مهمه جدا، لو انت فاهمها فانت بتبقى فاهم الحمل ماشي ازاي وماشي ايه منين لفين. فيا ريت نهتم بالجزء ده، يا ريت نحل عليه امثله كتير. طبعا الكلام موجود في ملازم كتير يعني، وفي امثله كتير جدا ممكن نحلها. اتمنى تكون فهمتوا معايا الجزء اللود ديستريبيوشن، عشان المره الجايه ان شاء الله هشرح حاجه يعني مش جديده قوي، بس يعني هشرح حاجه اسمها اللود ديستريبيوشن برده، بس ليه للانكلايند سلابس وحاجات بعد كده جديده. فيا ريت تكونوا فهمتوا معايا الجزء ده، والناس يا رب تكون بتذاكر. يا ريت الناس اللي لسه ما عملتش سبسكرايب على القناه بتاع اليوتيوب تخش تعمل دلوقتي، عشان كل فيديو ينزل يوصل لكم نوتيفيكيشن على الموبايل، عشان تتابعوا معانا الفيديوهات اول باول، ما حدش يكلمني على الرسائل يقول لي او رسائل الصفحه يقول لي باشمهندس الفيديوهات ما بتنزلش. انا كل مره اخش اقول له اعمل سبسكرايب، فيا ريت الناس تخش تعمل سبسكرايب من دلوقتي عشان الفيديوهات توصل لكم اول باول. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشرح اللود ديستريبيوشن فور انكلاين سلابس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.